بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية وعاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر الإخوة الأعزاء، كنا في درس الفقه الماضي نذكر أحكام الحقوق الزوجية المشتركة بين الزوجين، وقلنا إن هذه الحقوق خمسة: حل المعاشرة، وحرمة المظاهرة، وحسن المعاشرة، وبعد ذلك ثبوت الميراث، وبقي الكلام عن الحق الخامس وهو ثبوت النسب. اللي حق النبي محمد سمعه وصلى عليه اللهم صل عليه. ثبوت النسب اذا ولد للزوجين فان المولود يثبت نسبه بهما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايما امراه ادخلت على اهلها من ليس منهم فقد برئت منها ذمه الله. حكم النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه، تاتي بولد غريب عن ابيه ثم بعد ذلك تدعي انه ابن ابيه وهي كاذبه، فان ذمه الله بريئه منها. وايما رجل انكر ابنه وهو يعلم انه ابنه احتجب الله عنه يوم القيامه وفضحه على رؤوس الاشهاد. نجد له مكانته وله حرمته وله حكمته في شريعه الحبيب محمد، ولذلك حرم الاسلام الزنا وحذر من القرب منه، لأن الزنا ينبني عليه ضياع الأنساب، بل وحرم على الإنسان أن يزوج ابنته لرجل زاني. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نجد ايما امرأة ادخلت على زوجها ولدا او انثى وهي تعلم انه ليس من زوجها وادعت انه ابن زوجها فان ذمة الله قد برئت منها. فاذا ما انكر الرجل ابنه وهو يعلم انه ابنه فان الله يحتجب عنه يوم القيامه ويفضحه على رؤوس الاشهاد. فاللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. ولذلك اسمع كلام الحبيب النبي محمد في وليه النبي: إن من أكبر الكبائر أن يدعي الرجل إلى غير أبيه. إن واحد يروح يجيب عيل ويقول ده ابني، كبيرة من الكبائر.
لأن ينبني على هذا تحليل الحرام وتحريم الحلال. جاء ولد غريب وقال المدى ابنه حربي وابنه إليه. الولد في الواقع ليس ابنا له. ينبني على ذلك أنه سيبيح له الجلوس مع زوجته وهو أجنبي عنها. والخلوة بزوجته على أنها أمه وهي ليست أما له. فقد أحل ما حرم الله. ثانيا سيرث فيه بعد موته وهو ليس من أهل إرثه فيكون قد أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. ولذلك الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا العمل من أكبر الكبائر. والله يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لما صلى على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام هذه الحقوق المشتركة بين الزوجين سر المعاشرة حرمة المصاهرة حسن المعاشرة ثبوت الميراث ثبوت النسب. فما هي الحقوق الخاصة بالزوجة؟ أنا عايز أسمع الشرع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقوق الخاصة بالزوجة قالك الحقوق قسمان حقوق مادية وحقوق معنوية. الحقوق المادية هي المهر والنفقة والحقوق المعنوية هي العدالة بين الزوجات إذا كنا أكثر من واحدة. أول شيء المهر. والإسلام شرع المهر لأن فيه فرضية لنفس الزوجة. والله قال في ذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقات جمع صدقة والصدقة هي الهبة والهدية الخالصة. فأنت لا تدفع المهر لتشتري به الزوجة إنما تدفع المهر لترضي به نفسها ويكون هبة خالصة لها بدليل أنها لو تنازلت لك عن المهر وقالت لقد وهبتك المهر وجعلته في ذمتك خالصة فإن الله يقول فإن فدنا لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا. اللي يحب النبي محمد يسمعني صلى عليه الصلاه والسلام. كم شرع المهر؟ عشان يبقى هديه خالصه الى الزوج. لان ربنا بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وقال في ايه ثانيه وللرجال عليهن درجه. فيوم ينعكف الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال فالويل كل الويل للأمة. ولذلك اسمع معايا كلام الحبيب المصطفى بيقول النبي بيقول إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض أولى بكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض أولى بكم من ظهرها. ده كلام النبي. مثل لما بيشجع الزواج بيقول ان المهر مش ثمن بيع وشراء لان الادميه لا يباع ولا يشترى
إنما النص هدية خالصة يرضي الرجل منها نفس زوجته. ولذلك لما عن كده اتطلع الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام النبي كان بيقول أقلهن مهرا أعظمهن بركة. لما واحد يقول له يا رسول الله انا عايز اتجوز قال له معاك مهر؟ معايش فلوس. قال له التمس ولو خاتما من حديد. راح يجي للنبي قال له مش لاقي ولا خاتم من حديد معوش فلوس خالص. النبي هيقول له هيقول له اقعد من غير جواز؟ لا لان انا عايز اتجوز الشباب كله لاجل الجواز هو البديل الشرعي للحفظ والعنايه. فالنبي قال له اتحفظ شيئا من القران؟ قال له احفظ طبعا. قال له تزوجها بما تحفظ من القران. يبقى القران مهر لها وكفى بالقران مهرا. قال له النبي بيقول هذا الكلام ليه؟ النبي بيقول هذا الكلام مش عايز يعقد مشكله الزواج. لان اي مجتمع يعقد فيه الزواج لابد ان يكون الانحراف بديلا عن الزواج. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وهو اسبق القائمين ولا تقربوا الزنا. ماشي ولا تزنوا. قال ولا تقربوا الزنا. ايه الفرق بين ولا تزنوا وبين ولا تقربوا الزنا؟ لو كان قال ولا تزنوا يبقى يباح للواحد انه يمشي مع واحده يقول لك ده حب وغرام. يباح لواحد انه يقفل بابه وهو وواحده اجنبيه ويرمي احمر. يباح لواحد انه يقبل واحده اجنبيه ويقول لك ما هو الزنا. ولذلك ربنا قال ولا تقربوا يعني قرب الزنا محرم عليكم. القرب هو ايه؟ هو اللمس والقبله والخلوه والنظره المريضه. اقفل الباب اقفل الباب من اوله لان القلب بالشغل للبيت والبيت بالشغل للسيف. وبعدين الانسان يجد نفسه بين احضان الشيطان. اسمع معايا كلام الحبيب المصطفى. ما من يوم يصبح الا وملك ينادي ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. يا سلام. سلام على السيده فاطمه لما النبي سالها سؤال. بيقول لها ما خير علاج للمراه يا فاطمه؟ قالت يا ابتاه الا ترى الرجال والا يراها الرجال. فقال لها السيد الجميل محمد الحق انك بنت محمد وانك من بيت النبوة يا فاطمة ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وما وقع الناس فيما وقعوا فيه الا عندما تساهلوا في الاختلاط. ولذلك بص الاقي الشباب الواحد اقول ما هو في بلده في الرزق كويس ساعة ما يجي هنا عشان يجي في مصر يكمل تعليمه. لكن النهارده الاسبوع اللي فات طالب داخل بيقول لي مش عارف اذاكر ومش عارف اكل ومش عارف انام. ليه يا ابني في ايه؟ قال لي مشغول في ايه؟ هي مين يا جدع اللي مشغول في ايه؟ اهي واحده ضحكت له ضحكه كلمته كلمه اكتبت منها كتاب الكيمياء لقاها حاطه صورتها في الكتاب جوه. فقال لك لا دي مشغوله بيه بدليل انها حطيتها في الصوره على صورتي يا اخويا. طب ممكن نفسها جوه الكتاب؟ انت يعني صوره وليه تشتري في نفسها؟ ما تخليش في حالك وداير مدروس وبقاله من اول السنه ما ذاكرش وبدر على امتحان شهرين يقول يا فرح اقدر احصل فيهم اللي فات ولا لا؟ يا ابني انت مالك ومال هذا الطريق؟ ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركت بعدي فتنه اشد على الرجال من النساء. اذكر يا ابني انت رسالتك تقيم الصلاه في اوقاتها وتحقق قول الله تعالى اقرا كتابك لانه يوم الامتحان سيقال لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في رساله الطالب طالب الحبوب ما ينفعش الطالب الرمي ما ينفعش. كل ده كلام فارغ. بقيت لما نسيب البليله كان بيقول وصلي فما أدري
القصر اذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى ام ثمانيه، اراني اذا صليت يمنت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائيا. يعني مش عارف الابن مقفول في دماغه، صار صلى اثنين صلى ثمانيه، هذا مرض والعياذ بالله، ويسموه حب هو خراب بيوت ويصب في الامتحانات وفتن في الحياة وأمراض السيلان والزهر والقرح الأشكال. وقد صدق الله إذ يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم أن الصلاة على الحبيب المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، كم مرة يا جماعة أجيب النبي صلاة عليه الصلاة والسلام؟ بيقول النبي بيقول من يمن المرأة خفة مهرها ويسر زواجها وحسن خلقها. شوف المرأة الميمونة المباركة، يعني انت يبقى الزواج مبارك اذا توافرت المرأة ثلاثة شروط، ثلاث شروط. الشرط الاول خفة المهر، لو كان المهر فيه تبقى جوازه مخففه من اولها، هيقول لك انا عايز 400 و500. زي جماعه الممثلين يقول لك المقدم ربع جنيه والمؤخر 1000 عشان خاطر يكتفه. العيشة تبقى سيئه، عايز يخلص يقول لك هتدفع 1000 جنيه مؤخر منين؟ يبقى المسألة مش مسألة فلوس، المسألة مسألة نية سليمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. شوف القاعدة من القرآن الكريم، وألف علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. مسألة قلب سليم. ما يجيلك واحد يخطب بيتك او اختك ما تسألوش الاول، ما تقولوش انت بتاخد كام، انما اسألوا الاول شوفوا مستقيم ولا منحرف. ده السؤال المهم اللي يمسك ايد الراجل المستقيم يساوي 10 جنيه. فربنا اسمه قانون البركه، بيقول فيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هيمدله ربنا، ما بيتعاملش من واحد في واحد يساوي واحد ولا واحد في اثنين يساوي اثنين. ربنا ما يتعاملش بلغه الارقام، ربنا بيتعامل بلغه الرضا وراحه البال. ما تسالوش انت درجه كام، ما تقولوش انت درجه فنيه ولا كتابيه ولا اداريه، ما تقولوش هتترقى ثلاث كام، لا، شوف الاول مستقيم ولا لا. إذا كان مستقيم اتوكل على الله، ما انت معاك أمن الرزق. ما دام راجل مستقيم، النبي قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني يصيب لديك كالتراب. ربنا يبارك. ولذلك النبي ما قالش إذا أتاكم طبيب أو مهندس أو ضابط فزوجوه، لا لا، ما هو ده الثلاثي اللي احنا فرحين فيه اليومين دول. يقول الاول ايه؟ يقول لك ضابط، خلاص على بركه الله. فما تسال شوف سلوكه. مهندس، خلاص انتهينا بدون ما نسال. انا ما تسال يمكن يكون بياخد 120 جنيه وفي اخر الشهر يتسلم. حد عارف. ما هو المستقيم ربنا بيبارك له. اللي مش مستقيم لو ملك مال قارون كله فلا بركة فيما يأكل. لأن راجل حملة الثلاجة أزاي الشمبانيا، هيروح يسهر طول الليل على مواعيد الخمر والميسر، هيجي آخر الليل يترنح من شدة الصبح، مراته هتفتش ايده وهتلاقي فيها 100 صورة لوحدة ساقطة. يبقى ال 120 جنيه عملوا ايه؟ جحيم. حتى تنتظر طول الليل في الشتاء، يا ترى ابوكم هذا الشيء ولا لا؟ وبعدين الاخر يدخل المبني طارش على نفسه ومحوش نفسه بالخمرة وداخل مراقبة، لا قعد مع عياله ولا عرف بيته ولا عرف حق مراته، والعيشة تبقى جحيم. ولذلك النبي قال ايه؟ النبي كان حكيم، النبي كان عظيم، النبي كان كريم. أين
النبي: هل إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين طفر فزوجوه. طب لو ما زوجناهوش يا رسول الله لرفضناه. قال: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. شوف كلام النبي. النبي عايز مجتمع عظيم، مش عايز مجتمع نصاب ولا مجتمع كذاب. سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيموت على فراش الموت قال ايه؟ قال ايه ابن عمر وهو على فراش الموت؟ سمعني الصلاة على النبي محمد. قال لهم: يا جماعة أمسكوا ورعتي مع فلان. ماذا؟ قال: إن فلان كان خطب بنتي وقد أعطيته شبه وعد. مش وعد نافذ، شبه وعد. وأشهد الله أنني قد رضيت به زوجا لابنتي، فبلغوه ذلك لأنني أخشى أن ألقى الله وأنا ثلث منافق. يا سلام على المجتمع النظيف لرقاء النبي. يا سلام على المجتمع العظيم لرقاء النبي. اللهم صل على النبي. وبعدين حضارة ومدنية. ما الحضارة هي الخلق. عمر الحضارة ما كانت ناطحات السحاب ولا كانت العر ولا كانت الخصم. الحضارة هي الأخلاق. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا تحسبن العلم ينفع وحده، ما لم يتوج ربه بخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وإنك لعلى خلق عظيم. النبي رب أخلاق، النبي رب رجالة. عمر زعلان وهو على فراش الموت. شوف افتكر ايه وهو بيموت. وهو بيموت قال لهم: يا جماعه انا كان فيني من واحد عقد ووعد، جه خطب بنتي وانا قلت له ربنا يسكت، فالكلمه دي فيها امل. انا ما قلتلوش انا على وكاله، كنت لسه بفكر. قلت له: ربنا يسكت، الكلمه دي فيها شبه وعد. انا خايف ان انا اخلف مع هذا الشبه الوعد. فألقى الله بثلث نفاق. لأن آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن فرج. فأنا خايف من الكلمة اللي قالها للراجل، خايف إن ألقى الله فيقول يا عبد الله لقد وعدت فلانا فأخلف. وقل في الوعد صفة من صفات النفاق. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يمن المرأة خفة مهرها ويسر زواجها. ان يكون الزواج متسهل، ما يقعدش سنة واثنين وثلاثة في املاء شروط ومفاوضات مباشرة وغير مباشرة. انت عليك الثلاجة والسجاد والنجف، دول على العريس، والمطبخ على العريس، يحطوا على العريس وعلى دماغ العريس مطابخ ومعاطف، ويجي العيد الكبير ما كانش يدخل على حماته وفي يده ذو القرنين، تقول له: مش هكمل الجوازه، هي بنتي ما تتبعدش منك قانون، يا بنت بطلي معمعة للحلم، الحلى لك يعني ما تتبعدش. ده جواز ايه ده؟ جواز ايه ده لغاية ما يزهق؟ وبعدين بعد الجواز يغيب داخل في سوق من الأقساط، كل شهر قسط سجادة وقسط نجفة وقسط تلاجة، نص المرتب أقساط. يجي يلقى الله وعليه لسه متر،
ملك الموت يقول له تعالى يقول له عليه أخبار بيقول له ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ويموت مدينا والحبيب عليه الصلاة والسلام حذر من دين الميت فقال نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. والنبي صور المسألة بالزال جد جنازة والثاني النبي 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 الميت عليه دين قالوا له عليه دين يا رسول الله عليه الدين قالوا عليه دين عظيم النبي صلى الله عليه وسلم النبي نكشف للصلاة عن مدينة الأرض لبقيت ربنا بوسع الأرزاق فكان النبي يسأل عن المدينة عليه دين إذا قال لهم على وجه صدر النبي قالوا عليه دين النبي سد الدين ومن معه هو من مع النبي وصلى عليه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سجأت فقلت عليه دين قالوا عليه درهمين النبي أصبروا عليهم فواحد اسمه أبو قتادة من الصحابة قال له صل عليه يا رسول الله وأنا كفيل بالدرهم ومن عايزين صلاة النبي تفوته لأن الميت اللي النبي صلى عليه فاعتبر صلاة النبي عليه شفاعة يوم القيامة. شفاعة. لأن يقول اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. ده النبي اللي بيقول ودعوة النبي دي عبارة عن دعوة مسجلة بعلم وضوح تفتح لها أبواب السماء لأنها صاعدة من قلب النبي الطاهر إلى رب العالمين القادر. فأبو قتادة قال يا نبي صلى عليه وأنا الدرهمين حسب دينه حرام هذه كلمة شر. الصحابي لما قال النبي محمد قال كلمة درهمين النبي صلى وبعد ما صلى فات كم يوم النبي فقابل ابو قتاده قال له هل اتيت عنه دينا؟ سيدي النبي مهتم بايه؟ كل حق من حقوق العباد يعني كان يقدر النبي يسدد ولا ما يسددش النبي معاه انما النبي لما كان يصدر قرار كان يعمل عمليه متابعه انت سددت الدين اللي كان على اخوك اللي مات قال له نعم يا رسول الله شوف النبي ده قال له ايه قال له الان قد بردت عليه جلدته جلده كان بيغلي شوف جلده كان حامي عليك الخط لما انت سددت الدرهمين عنه الله برد عليه جلده ارتقى شوف ده الناس واحد عنده الكتابي او عمال نازل عرش بايديها وعنده بتلعب استاذ سيميا دي المرض الجلدي وعمال يهلك في جلده وبعدين يديه المرهم يؤدي لهذا الشيء فالدين يا اخوانا من اكثر المسؤوليات امام الله. بعدين النبي يقول تاتي على امتي ايام يكون هلاك الرجل فيه بسبب اهله. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني يا حبيب الله سمعوا لي الصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. يقول النبي حبيبي أيام على الناس الراجل يهلك بسبب أهله بسبب مراته ليه؟ تكلفه ما لا يطيق فيمد يده للحرام فيتأذى في مواد الهلاك نفس الحالة اللي الناس ماشية بيها النهار ما في جواز إلا إذا كان في سجاد وفي نجف وفي ثلاجات وفي مطبخ إذن وهم عارفين أن حالة الزوج لا تسمح بهذا
فاضطر مني يضرب حرارة. احنا فلان اضرب السيكة ابو مشي هيك. اذا هو مزود على المية حرف سين وتين تبقى 600 جنيه. يضرب ال 500 بجيبه ويودي المية للمصلحة. ولا بد يوما ان يكشف امره. يدخل السجن. ولذلك في القاعدة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ويقول من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وتنفع السجادة بايه اذا ساءت العلاقة بين الزوجين. النجفة تنفع بايه اذا وقع الفجار بين الزوجين. الثلاجة تنفع بايه لو كانت النيات سيئة. فلذلك سيدنا النبي محمد عرف لك الحلال. جت كده فاطمة بنته. قالت عايزة قدامي يدور حاجة ويدور الراحة. ويشيل الميه ويبني في البيت. كانت بتكنس وبتدور الراحة وتشيل قربة الميه على صدرها. مين ريحانة رسول الله؟ ريحانة النبي. تقوم من تدور الراحة تجلس في البيت. تقوم من كنيسة البيت تبني قربة الميه. بنت النبي محمد. بنت سيدنا النبي. الذي رفع الله ذكره وشرح صدره وجعله خير خلقه. يوم سيدنا النبي يقول لها اتق الله يا فاطمه وادي فريضه ربك واعملي بعمل اهلك. فإذا أويت إلى فراشك تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 هذه المئة.